عندما تطأ أقدامكم واحة الأزرق في قلب الصحراء الشرقية في الأردن، تشعر وكأنك في عالم مليء بالسكون والراحة. فهذه الواحة تأوي الطيور المهاجرة من ثلاث قارات وغيرها من الحيوانات البرية. حمية الأزرق تأسست بعام 78 بعد عام واحد من إدراجها ضمن اتفاقية رامسار الدولية كأول منطقة رطبة في المنطقة العربية تنضم لهذه الاتفاقية التي تعنى بنظام بيئي محدد وهو الأراضي الرطبية. المحمية فيها طبعاً تنوع حيوي كبير، أيضاً أدرجت بعام 2018 ضمن القائمة الخضراء التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لاستخدامها أفضل الممارسات العالمية في إدارة المحميات الطبيعية، واللي بتعكس دور الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وأثرها على تأسيس هاي المحميات وكيف التقدم والتطور اللي بتصير على هاي المواقع الطبيعية. محمية الأزرق المائية سميت نسبة إلى واحة الأزرق القديمة، واحة الأزرق لأنه كانت زمان كلياتها واحات مائية فتعكس مع أشعة الشمس، يعني وجه المي كلياته لونه أزرق، فمشان هيك سموا الأزرق نسبة إلى الواحات القديمة والمياه العذبة اللي كانت موجودة في هاي الواحات اللي لا مثيل لها على مستوى العالم. تعد هذه المحمية التي عانت من مشاكل شح المياه والكوارث البيئية محطة استراتيجية، فقد انضمت إلى القائمة الخضراء التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة. المحمية وقعت اتفاقية مع وزارة المياه والري لتعطينا من 1.5 إلى 2.5 مليون متر مكعب كتعويض عن جفاف الواحة في مطلع التسعينات، لأنه كانت واحة مائية تقع على أكبر حوض مائي عذب صحراوي متجدد في المملكة الأردنية الهاشمية. هذا الحوض كان يفيض منه 4 ينابيع رئيسية وشكله واحة الأزرق القديم. المحمية من خلال هاي الاتفاقية ضمنت أنه تستعيد جزء بسيط من الواحة القديمة. للحياة هنا ألوان مختلفة، فمحمية الأزرق تفرض بساطها المائي الأخضر على مساحة شاسعة لتكون موطناً أصلياً لأسماك السرحان المهددة بالانقراض، وممر جغرافي أيضاً لعدة طيور مهاجرة. ولأن الأزرق واحة من الثقافات البشرية المتنوعة، نرى في هذه التجربة عمقاً مختلفاً. تغطي هذه المساحة الرطبة حوالي 115 كيلومتراً، وتحوي إلى جانب السمك السرحاني الذي يعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض أكثر من 350 نوعاً من الطيور المهاجرة والمقيمة، وما يزيد عن 133 نوعاً من النباتات. إحنا اللي كان عندنا مهدد بالانقراض هو السمك السرحاني اللي مش موجود منه بكل العالم إلا محمية الأزرق. تم دراسة بال 98 وعلى بناء الدراسة وجدنا بعض البيوض، وتم جمع حوالي بعض الأسماك منها وعملية حضانة ولإكثارها، وهاي كانت مهددة بالانقراض ولحقنا بآخر فترة بجمع الأسماك هاي. ضمن برنامج صون الطبيعة، هذا البرنامج طبعا في دراسات، في أبحاث، في أيضا برنامج اللي هو الحماية والتفتيش. من خلال طبعاً الحماية والتفتيش وأيضاً المفتشين الموجودين في المحمية، هم يعني دورهم عمل ضبط وردع لأي اعتداء ممكن يكون على المحمية. بالنسبة للعناية بالحيوانات عندنا خطة تفتيش وجولات على مدار الـ 24 ساعة، زائد الطيور المصادرة من يتم معالجتها وإرسالها للبيطري. ولأن هذه الأرض الرطبة تتيح لزائرها فرصة مراقبة الطيور المهاجرة بهدوء والمرور بممرات طبيعية خلابة، فهي تجذب الراغبين بعيش تجربة فريدة للمغامرة والراحة في آن واحد، وهي الفائزة كواحدة من أفضل 100 موقع مستدام في العالم. بمحمية الأزرق في عنا وحدة سياحة، هاي الوحدة تتكون من نزل الأزرق البيئي ومركز زوار أو مركز استقبال الزوار بمحمية الأزرق. طبعاً لما يجي السائح لمحمية الأزرق
جل اهتمامه بيكون الايكو توريزم اللي هو السياحه البيئيه، لانه اغلب اللي بيجوا لعنا لهون بدهم تجربه السياحه البيئيه الموجوده بالمنطقه. فمن خلال هاي التجربه بيتعرف من خلال هاي التجربه على العديد من انواع الطيور من ضمن برنامج اسمه سياحه الطيور او البيرد واتشنج، مشاهده الطيور، مراقبه الطيور. طبعا من خلال مسارات مخصصه للزوار، يوجد عندنا طبعا بهذه المسارات بتقسم الى قسمين، مسار طويل والمسار القصير. المسار القصير بيكون سيلف جايدد اللي هو خدمه ذاتيه لنفس السائح، والمسار الطويل طبعا بيطلع معه دليل، والدليل بفرجيه على طيور اكثر وعلى حيوانات ان وجدت. أما تاريخها الثقافي الغني نظراً لموقعها الجغرافي أعطاها سمة الاختلاط المميز لأبناء المجتمع المحلي من سكان المنطقة الذين يعملون على تطوير الأنشطة المتواجدة في محيط المحمية. دعم المجتمعات المحلية لوجود هذا المكان كمتنفس لهم كان له الدور الأكبر كمان والأثر الكبير باستدامة هذا الموقع، بالإضافة للجهود الوطنية، الجهود الدولية كلها كان لها دور كبير في استعادة، بالإضافة لدور الجمعية الرئيس اللي كان على مستوى أنه يعني إعادة تأهيل المسطحات المائية، مشروع الاستمرار بالمحافظة على واحة الأزرق، كل هذا كان له دور كبير. كمان يعني إحنا لو لفينا المملكة كلياتها ما راح نلاقي بقعة زي هذا المكان في منطقة الأزرق، راح تشوفه بأي مكان ثاني بالمملكة. الأعمال الحرفية والفنية من صنع أبناء وبنات المنطقة تحقق التنمية الاقتصادية وتوفر مصدر دخل معقول للعاملين والعاملات. الجمعية الملكية تهدف في كل محمياتها أن يكون في موجود مشاريع اقتصادية تخدم المرأة والمجتمع المحلي. من هاي المشاريع موجود عندنا 5 مشاغل: مشغل الرسم على بيض النعام، مشغل الباكجينج، مشغل الخياطة، والطباعة الحريرية. تشتغل هذه المشاريع على إنتاج منتجات صناعات يدوية تكون فيها البنات الموجودين من المجتمع المحلي، وتوفر للبنات هون فرص عمل. بالبداية كانوا مجموعة كثير قليلة اللي قدرت تطلع على الشغل وتثبت إنه هاي المكان إنه راح يكون شيء جديد بالنسبة لمنطقتنا، بالأخص إحنا منطقة أزرق شمالي وأزرق جنوبي، يعني من الجهتين كان الموضوع إنه الناس شوي غريب عليها فكرة إن البنت تطلع من البيت وتروح تشتغل، وبالأخص إذا ما كان تعليم، يعني أكثر البنات كانت تطلع للعلم، وهالشي اللي عمل شوي نقلة حلوة إلنا إحنا كبنات. ولنتخيل أن هذه الواحة قبيل الضخ الجائر في الثمانينات كانت مرتعاً لما يقارب 1,000,000 طائر، وكانت هذه المسارات تشكل ازدحاماً في السماء حاجبة جزءاً من أشعة الشمس. رايا يعقوب، الغد، الأزرق.